تظاهرت مجموعة من أبناء الجاليتين السورية واليمنية في بريطانيا أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث رددوا هتافات تضامنية مع الحراك الشعبي في البلدين. إلى الملف اليمني، قال مراسل الجزيرة أن قتلى وجرحى سقطوا فجر اليوم خلال اشتباكات بين قوة موالية للرئيس اليمني وأخرى موالية للثورة في شارع هائل بصنعاء. بدأت الاشتباكات التي استخدمت